احنا من اول موسم هنتكلم في فكره في الصندوق. عندنا مباراه الاهلي والاسماعيلي ومباراه الزمالك وطلائع الجيش، مباراه الاهلي طبعا وحرس الحدود ما فيش فيها اخطاء تحكيميه لا مؤثره ولا غير مؤثره على نتيجه المباراه، لكن مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ومباراه الزمالك وطلائع الجيش فيها اخطاء تحكيميه هي مش مؤثره على نتيجه المباراه، لكن بتوضح ازاي في فرق بتنضر تحكيميا وما بنقدرش نرصد ده لان النتيجه بتطلع فوز النادي الاهلي، وفرق اخرى بتجامل تحكيميا وما بنقدرش نرصد ده لان النتيجه بتطلع هزيمه نادي الزمالك النهارده. عشان بس السؤال اللي دايما متكرر، عندنا 12 دوري وبنستفاد تحكيميا، اعتقد حالات الاسبوع ده هتوضح الاجابه على السؤال اللي كل مره بنجاوب عليه. نيجي لمباراه الاهلي والاسماعيلي، ركله جزاء واضحه وصريحه اتفق عليها خبراء التحكيم من لمسه يد واضحه. قبل ما استعرض ركله الجزاء انا عندي وقفه مع لاعبي النادي الاهلي. انا ما شفتش غير اجاييه بيشاور بس الحكم كده وبسرعه لعبنا الكره. لا يا جماعه، في ظل الظروف دي وفي ظل الاخطاء التحكيميه دي انا مش بقول لك تتعصب على الحكم، لكن لازم تلفت نظر الحكم وتضغط على الحكم انك تاخد حقك بكل ادب وبكل احترام، ما تتهورش عشان تاخد انذار، لكن ما ينفعش ابدا تكون ركله جزاء بالوضوح ده وما يكونش فيه اي رد فعل من اي لاعب في النادي الاهلي في مباراه ممكن تخلص بركله جزاء زي دي. انت بتلاعب الاسماعيلي مش بتلاعب فريق قليل، وكمان ركله الجزاء واضحه جدا، فكان لازم يكون في وقفه من لاعبي النادي الاهلي. برضو بقرر تاني بكل ادب واحترام بالشكل اللي ما يخليكش تاخد انذار او يخرجك عن شعورك داخل المباراه، اضغط على الحكم في حقك فقط لا غير. لكن ما حصلش الكلام ده من اي لاعب في النادي الاهلي، لكن تعالوا نشوف خبير التحكيم وهو بيتكلم عن فكره ركله الجزاء المؤكده للنادي الاهلي ونرجع تاني. نيجي بقى هنا لمسه اليد، طبعا دي ركله جزاء. ليه؟ اللعيب بتاع الاسماعيلي ايده مش في الوضع الطبيعي وطلعت، يعني ما كانتش لو هي في الشكل ده اللي تحت، لكن ايده طلعت على وشه بالشكل ده. قبل اللعبه نتاكد جت في ايده ولا في صدره بس. لا لا دي جت في ايده. ماشي ما انا عارف بس نكملها، يعني البعض ممكن يقول لك الكوره وقفت في السكه. يعني اتفضل يا كابتن. هي طبعا جت في في الايد، وهنا لمسه اليد طبعا واضحه جدا. دي طبعا اتفق عليها خبراء التحكيم. لكن الحقيقه في كره تانية انا مش عارف ازاي الكابتن احمد الشناوي حتى ما فكرش ان هو يتناولها من باب يقول هي صحيحه ولا خطا، ولا الاستديوهات بشكل عام ولا اي استوديو كله اغفلها. وبالتالي هنا دورنا. لا يا جماعه، في ركله جزاء لوليد سليمان، انا من وجهه نظري احنا مش هنتكلم في الصندوق، خلاص احنا قلنا نتائج غير مؤثره فما فيش زياده نقاط او خصم نقاط، لكن انا هتكلم هنا لا في طريقه اداء الحكم في كره لوليد سليمان واضحه جدا. وليد سليمان لعبها بدماغه ودخل عليه مدافع الاسماعيلي رافع رجله بشكل ملوش علاقه خالص بكره القدم، وكمان حصل اشتباك او اعتراض من وليد سليمان مع اللاعب، والحكم ولا ادى انذار للمدافع لتهوره ولا حسب الكره اي حاجه خالص زي ما حضرتك شايفها. احمد حركه القدم هيبقى في زوم معانا، حركه القدم ليس لها اي علاقه بمسار الكره، هو اعاقه واضحه جدا. البعض يتحدث عن فكره هل الكره كانت خرجت وقت الاعاقه ولا لا، الكره هي جوه الملعب عشان ده مهم جدا. بالزبط. الكره جوه الملعب وقت الالتحام بالظبط. وبس عشان نفكر الناس، لان احنا بقى عايزين نوحد المعيار، بس نكمل. الكره واضحه جدا، قدم لاعب الاسماعيلي رايحه في اتجاه وليد سليمان، والكره كانت جوه الملعب واعاقه واضحه وصريحه، وركله جزاء لم يتناولها اي استوديو تحليلي. فهنا بنقول للكابتن احمد، يا كابتن احمد حاجات زي دي ما ينفعش تعديك، كابتن احمد الشناوي طبعا او الكابتن سمير عثمان في تايم سبورت، لكن الحقيقه ركله الجزاء دي كان لازم نلقي عليها ضوء زي ما بنقول اللعيبه تضغط بحقها. ده دورنا ان احنا كمان نوضح الاخطاء التحكيميه، لان البعض قال ان الحكم محمود البنا قدم مباراه جيده، مباراه جيده ويكون في ركلتين جزاء وانت بتلاعب الاسماعيلي، اعتقد لا مش مباراه جيده ودي تقلل من التقييم تماما. الاهم بقى عشان بنتكلم في توحيد المعيار، لان البعض هيقول لك اصل وليد سليمان لعب الكوره، احنا معانا حالات لما بتكون لفرق اخرى الكوره بتتحسب بركله جزاء. تعالوا نفكركم كده بمواسم سابقه، الحكم ابراهيم نور الدين في مباراه بين الزمالك والمقاولين، المباراه الوحيده اللي تجرأ حكم مباراه مصري وطرد فيها طارق حامد، اتحسب ركله جزاء في الدقيقه 90. تعالوا نشوف التعقيب ونرجع تاني. كلام هنا بقى اللعبه اللي هي النفس بعتقد ان احنا يعني ايه هريناها بحسن، يعني صحيح. يعني الدفع موجود، بس هرجع اقول نفس الكلام، احنا لن نتعود على احتساب مثل هذه الاخطاء ضد حارس المرمى. هنا حارس المرمى كونه عمل دفع، يعني يا كابتن مدحت شروط احتساب الخطا ايه؟
ان اي خطا من الاخطاء العشره هي الدفع والركل والوثب على الخصم والحاجات دي لازم يحصل، مش لازم على الكوره، انما طالما الكوره جوه الملعب وفي اللعب ان شاء الله تكون في ناحيه ثانيه بعيده، واحد بيمسك واحد بيحاسبه بيديه يعاقبه بفاول. اتفضل. اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دي لو على اهلي او زمالك هتحصل؟ بص يا كابتن رضا، انا عايز اقول لك بس يعني او لا، انا عايز من حضرتك حاجه معلش. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو يعني لو على الزمالك كانت هتحصل؟ بص يا كابتن، بص يا كابتن، انا اقول لحضرتك على حاجه. الحكم ده في اول ربع ساعه ونتيجه 0-0 انذر وطرد لاعب من الزمالك. صحيح، في 7 دقائق. اذا ده راجل فير، ما عندوش حاجه. هل ان انت النهارده هتحاسبه؟ بص يا كابتن رضا، كابتن رضا خليك بس. ايوه هيقول لك طبعا. والله الله ينور عليك يا كابتن احمد، وحضرتك بتحلل ركله جزاء. طبعا شفنا ابو السعود محمد ابراهيم لعبها بدماغه، الكره طلعت اعلى العارضه وطلع ابو السعود وهو كان مكمل في الكره، بدل ما يضرب الكره ضرب ظهر او دماغ محمد ابراهيم، اتحسبت ركله جزاء. والكابتن احمد الشناوي بيقول انا ماليش علاقه الكره فين، الكره بره، الكره في زاويه ثانيه، المهم حصل اصطدام او حصل ركل او حصل شد او حصل اخطاء العشره، فبالتالي ركله جزاء صحيح. الكلام ده بينطبق تماما على وليد سليمان، لكن المعيار اللي هنا ما اتطبقش هنا، المعيار اللي اتطبق على نادي الزمالك ما اتطبقش على النادي الاهلي. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما لو كان اتطبق قبل كده للنادي الاهلي اكيد كان هيتطبق المره دي عن وليد سليمان. عندنا ركله جزاء لم تحتسب في مباراه الاهلي وحرس الحدود اللي اتطرد فيها الكابتن حسام غالي، كان الحكم محمد فاروق. صوره طبق الاصل انتهت 1-0 الحرس، صوره طبق الاصل من ضرب الجزاء ابو السعود ومحمد ابراهيم. تعالوا نشوفها ونشوف التعليق التحكيمي ونرجع نعقب على الحالتين. نحي نشوف، ننسى كوره، نبص على حرس المرمى. بص حرس المرمى، بص على احمد سعد، بص على حرس المرمى، بص على احمد. ارجع كمان عظيمه سنه، لا نرجع كمان شويه. وهو طلع كابتن احمد وانا اتفرج على الماتش ده، انا كنت تابعت المباراه دي في البيت. كويس. احمد سعد وهو خارج قلت يا جول يا بنالتي. وانا قاعد لانه التايمنج وحش. وهو خارج. هو اول ما راحش الكوره خلاص، ما لمس الكوره، الكوره على راس المهاجم والمهاجم لعب، جت في ايده بعد لا 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 كابتن، بص كابتن بعد ما طلعت لا خد الوش راس نجيب ماشي، هي جت في ايده بعد ما طلعت من راس نجيب. ده اللي عليها السنه دي يا كابتن انها خبطت، حتى لو خبطت في ايده لا لا ماشي، حتى لو خبطت في ايده تمام. الكوره الكوره جوه الملعب. تمام. لو الصدام ده حصل والكوره خارج الملعب تجاوزت خط المرمى نقول خلاص الكرة، لكن هنا ده لكن بالايد الشمال واليمين، دي ركله جزاء كابتن احمد، ضربه جزاء. بس خلينا ضربه جزاء واضحه جدا، لكن عشان للنادي الاهلي سواء بقى الاهلي بيلعب بتيشيرت احمر او ازرق ما بتفرقش كتير، ما بتتحسبش. لكن زيها بالظبط لنادي الزمالك في مباراه الزمالك والمقاولين، ركله الجزاء اتحسبت. يا جماعه وحدوا الله ووحدوا المعيار عشان نبقى عارفين الدنيا بتمشي ازاي. الاثنين اجمعوا على ان ركله جزاء، كابتن احمد الشناوي قال ركله جزاء الزمالك امام المقاولين ركله جزاء، والكابتن رضا البلتاجي قال ركله جزاء النادي الاهلي امام الحرس ركله جزاء، يبقى بالتالي ركله جزاء وليد سليمان امام نادي الاسماعيلي ركله جزاء. بس مش ده لوحده توحيد المعيار، هو كان الامور كلها بتسلم بعضها. على فكره للامانه، ولان احنا ما شفناهاش، في حديث عن لمسه يد في مباراه الزمالك وسموحه، ولكن الفكره من الفقره دي ايه؟ ان احنا مش مجرد بنتكلم في حالات تحكيميه، احنا بنكلمكم عن حاجات، لان المنافس ما يتعاملش معانا بمبدا الاجتزاء. انا كان ليا لمسه يد وكان هي اللي كان كل ده اللي هيحسم الدوري ويتغاضى عن كثير من اللعبات اللي كانت على مدار الدوري. من اللعبات ومن المفارقات اللي كانت في نفس مباراه النهارده هي لمسه يد على لاعب سموحه. لو شفنا الصوره دي كانت لمسه يد على لاعب سموحه نتيجه عرضيه ونجم، اللاعب حاطط ايده في مسار بيسند بيه، تم احتسابها على حدود المنطقه كلمسه يد وفاول لصالح نادي الزمالك. طبعا اللي هنربط معاه حاجه قد يكون بعض الجمهور نسيها، وهي لقطه محمود علاء وهو تقريبا في نفس الوضعيه. الكرة هنا خبرائنا التحكيميين شافوا ان هي في وضع تشريحي سليم، لان اللاعب بيسند جسمه، وكأن لاعب سموحة ما كانش في نفس الوضع التشريحي. بسيطة جدا يا جماعة، يا دي لمسة يد وفاول من خارج المنطقة واللعبة الاخرى هي ضرب الجزاء على نادي الزمالك، يا الاتنين ما فهمش حاجة. المعيار وتوحيده، المخالفة ما بيتمش التعامل معاها، هي خارج المنطقة أو داخلها، القانون ما بيقولش كده، ولكن البعض بيتعامل بقانون
آخر، وده اللي مش مفهوم بالنسبة لنا. وعشان كده لو جمهور الزمالك شايف ان كان ليه لمسة يد النهاردة وبنفس المنطق اللي تم احتساب لمسة يد علاء في سموحة بيه، فكان في ضرب الجزاء على كابتن محمود علاء. حابب أكد بس على حاجة، لأن احنا فعلا ما شفناش الشوط الثاني مباراة الزمالك وسموحة، الكرة دي لحقناها بس عشان هي في أول 30 ثانية من المباراة، فالحكماء او خبراء التحكيم قالوا اصل محمود علاء ساند بايديه، اللي اتحسبت بره كان ممكن جدا كابتن محمد الحنفي لو الكره دي جوه كان يحسبها جوه، وبما ان واحد حسبها او واحد ما حسبهاش، يعني حد يقول لنا بقى الكابتن جمال الغندور هي تحسب ايه؟ هي ركله جزاء فتبقى ركله جزاء بيراميدز لبيراميدز امام الزمالك، ولا مش لمسه يد والراجل بيرتكز على ايديه فيبقى ما كانتش تتحسب النهارده للزمالك امام سموحه؟ عندنا حاله ثانيه برضه يا فارس بقى بتوضح فكره، اللي هي فكره ايه بقى؟ طول ما الاهلي بيكسب انت ما بيبانش ان انت بتظلم تحكيميا، وطول ما الزمالك بيخسر مش بيبان ان هو بيتجامل تحكيميا، فده دورنا بقى ان احنا نوضح لا الشغل التحكيمي او الظلم التحكيمي، نستبعد بقى النتيجه شويه ونشوف اللي بيحصل مع النادي الاهلي وهو فايز. هي دي الجيم اللي احنا ما كناش بنلعبه قبل كده، وهي فكره ان احنا بنترك الاخر ان هو يجتزئ، فكره هدف كابتن حسن شحاته يتحول لمظلوميه ويجتزئ. على فكره احنا اولا كل الفقرات الخاصة بالتحكيم فيما بعد ليس لها أي هدف يتعلق إن احنا نقول لجمهورنا إن احنا بنخسر بالتحكيم، مش ده هدفنا خالص إطلاقا، ومش هنتناول عمرنا حالة تحكيمية من المبدأ ده، ولكن احنا بنقول للمنافس إن رغم كم الأخطاء دي النادي الأهلي النهارده متصدر جدول الترتيب. نشوف ضرب الجزاء لصالح رمضان صبحي لم تحتسب في إطار إن النادي الأهلي كان كسبان، نطلع ونشوف ضربة الجزاء. لو كان في حكم اضافي انا بعتقد ان كان ممكن يساعده في اللعبه دي. طبعا والله العظيم السنه اللي فاتت كان في حكم اضافي وكانت قدام عينيه وما حسبش بقى. بص يا كابتن بس بس خلي بالك يا كابتن شوبير، انا عايز اقول على حاجه، احنا بنقول ايه لما يكون في خمس العاب والحكم الاضافي شاف اثنين او ثلاثه مش افضل ما يبقى الخمسه بس الحكم الاساسي يتعب نفسه شويه هيشوف ماشي يعني ما اختلفتش، لكن دي ضربه جزاء لم تحتسب. ماسك يا كابتن تمام جزاء. انا كان نفسي صباحي يحسبها معاه الماتش كويس جدا، ما عندوش حاجه خضر غير هي دي. فوز النادي الاهلي برباعيه لا يبرر اطلاقا ان يكون في ضربه جزاء ليه لا تحتسب. جمعوا كل اللي بنتكلم فيه وحطوه في السياق هتعرفوا ان مفيش فريق يقدر يتكلم عن اي مظلوميه، بالعكس النادي الاهلي كونه بيتصدر الجدول بهذا الفارق رغم كل اللي بنعرضه ده هو يدل ان انت فريق رغم كل اللي بيحصل او بيحاك صعب حد يوقفك. صعب بس عايزين نوضح ان احنا بننوه، لا ما هو تيجي في وقت من الاوقات يكون مستواي الفني او ما عنديش محاولات كتير على المرمى او المباراه تعقرب ويكون عندي اخطاء تحكيميه وتقول اتفضل بقى وريني هتكسب ازاي، لا انا مالكش علاقه خالص بمستواي الفني ايه، انت تمنحني حقي سواء انا كويس او مش كويس، ده موضوعي انا بقى احله داخليا، اتفاهم المدير الفني مع اللاعبين يراجع هو افكاره، لكن في النهايه انا عايز حقي من التحكيم، عشان بس ما نقولش ان احنا عشان بنكسب بالتحكيم فعادي تخطئ مع النادي الاهلي. ده اكبر دليل ان المقوله المكذوبه بتاعه المكذوبه على والمنسوبه لكابتن محمود الجوهري بتاعه اعطوا الزمالك العداله التحكيميه واتركوا باقي المنافسين ينافسون على المراكز الاخرى، هي ملهاش اي علاقه بالصحه وما قالهاش كابتن محمود الجوهري وما شفناهاش في اي موسم. يا ريت تجيبوا فيديو نادي الزمالك حاليا بالاخطاء التحكيميه دي في المركز الرابع، لكن برضو بنقول فريق يحترم وله تاريخه معانا، لكن نيجي بقى لفكره هو انا ازاي خدت 12 دوري وانا بتجامل تحكيميا؟ تعال شوف مباراه طلائع الجيش، ركله جزاء لطلائع الجيش لم تحتسب، وركله الجزاء اللي احتسبت لطلائع الجيش كان تسديدها في مشاكل. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعقب تاني. في حاله لعيب الجيش هتلاقي في لعيب الجيش سقط، جهاد قريب جدا من الكره، هنا جهاد امر باستمرار اللعب. قبل ما نشوف الحاله دي هي ركله جزاء او مش ركله جزاء، بجميع الاحوال استمراريه اللعب في كره زي دي مش موجوده، لازم هنا عندك قرار من قرارين، يا هتحسب ركله جزاء يا هتحسب تحايل على مهاجم نادي الجيش اللي سقط. هنشوف اللعبه، طبعا هنا اللعبه مش واضحه خالص بس جهاد قريب منها. عندنا في اعاده بعدها، هنشوف الاعاده هتلاقي في بس كده، عندنا في شد من مدافع نادي الزمالك للعيب طلائع الجيش داخل منطقه الجزاء، اعتقد الشد واضح، شد واضح، فطبعا هنا كان لازم يحتسب خطا على مدافع نادي الزمالك وبالتالي ركله جزاء لم تحتسب لصالح طلائع الجيش. الشد طبعا هنا واضح ان كل الناس ركزت على الرجل، طبعا مفيش خطا في الرجل، بس لو بصينا فوق نكمل اللعبه هتلاقي مدافع الزمالك شادد لعيب نادي طلائع الجيش، طبعا الصوره واضحه، المفروض كان جهاد بالرغم انه قريب، قد يكون جهاد ركز في الرجل تحت بس مركز فوق، طبعا دي ركله جزاء كان لازم تحتسب.
يرجعوا يتكلموا عن كابتن جهاد جريشة ومباريات الزمالك. مفيش مباراة لكابتن جهاد جريشة مع نادي الزمالك إلا ما في خطأ تحكيمي لم يحتسب للفريق اللي كان بيلاعب نادي الزمالك. ركلة جزاء واضحة وصريحة بغض النظر بقى النتيجة انتهت كام، لكن دي مجاملة تحكيمية. الأهم كمان إن ركلة الجزاء اللي احتسبت يا فارس تنفيذها كان يستحق الإعادة، مخالف للقانون. ولكن محتاجين نشوف الصورة يا عمارة عشان خاطر نقدر نعلق دخول لاعبي الزمالك إلى منطقة التسديد الزمالك والجيش أثناء لعب الكرة. يعني طبعا ده مخالفة للقانون واضحة والحكم لا يبالي. وتتسدد تقريبا الكابتن طارق حامد واقف مع الكابتن جهاد جريشة يعني جنبه صحيح. هو حاجب عنه رؤية تنفيذ ضربة الجزاء ومع ذلك كابتن جهاد جريشة ما شافهاش، رغم ان هو على فكره من الحكام اللي بتدقق في التفاصيل. فاعتقد كان يستوجب الموضوع ان هو يشوفها ويعيد تنفيذ ركله الجزاء. احنا بس عايزين ناكد عشان بعض الناس يقول لك اصل دي مش بتتعاد في مصر. انا ماليش علاقه هي بتتعاد ولا مش بتتعاد، انا ليه علاقه دي القانون بيقول فيها ايه وبنتكلم فيه. ركله الجزاء دي كانت المفروض يتم اعادتها تماما، ودي كانت الجزء بتاع في الصندوق. لكن عندنا بقى فارس جزء مهم جدا وتواصل مع السوشيال ميديا والتصويت اللي احنا